بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخير في الفيديو، بس الظروف خارجة عن إرادتنا والله بصراحة. في الفيديو اتأخر شوية. نبدأ نخش في الموضوع بتاعنا على طول زي ما اتفقنا. حلينا مع بعض في المحاضرة التانية، لو تفتكروا حلينا مع بعض في المحاضرة التانية قواعد كتير، وبقى الجزء اللي انت هتحله لوحدك واللي انت هتكتب النوتس بتاعتك ورايا. هحاول اخلي الفيديو بتاعنا مش طويل علشان خاطر تتفرج عليه كله وتستفيد منه كله. فلو سمحت بعد اذنك، يعني اذا حضرتك سمحت، اعمل لايك واكتب اي كومنت في الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. ربنا يبارك في اعماركم جميعا يا رب العالمين. كان درسنا بيتكلم عن التدريبات، يعني عن ادوات الملكية، وكان بيتكلم عن كمان الافعال الناقصة. فيلا عم نسمي الله ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم الكلام بتاعنا ماشي على ايه. قول بسم الله. در ارتست هات جيزاكت. اول ما تشوف الكلمه اللي اسمها هات جيزاكت يعني حد بيقول، واحنا اتفقنا لما حد يقول صرف زولن على طول. الدكتور بيقول او الدكتور قال الاطفال ينبغي ان هم يتناولوا المولتي فيتامين. المولتي فيتامين يعني مالتي فيتامينز، اللي هي فيتامينات متعدده يعني. الولع علي، وبعدين بعده كوما، يا علي، بلا 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 بلا، اوجن، الكلام من عند كلمه اوجن. قررها بقى، تعالي يا اوجن كده انت احكي لنا حكايتك. هتقولك والله انا اسم جمع. هي هتقول كده، هتقول انا اسمي يا صديقي جمع. واما تكون هي اسم جمع فببساطه شديده اي اسم جمع الاداه بتاعته دي، وطالما اداته دي فالدي بتزود ايه. تقول لي طب ماهر اسلام كلهم اخرهم ايه؟ اقول لك ما هو عشان انت قلبك طيب، فانت محتاج ان انت تركز اكتر من كده. ولا علي حاجه كده، غوط، غوط يعني احمر، دو زولست تسوم ارتست جيهن، عينك. ايوه برافو عليك، فاللي جايه تبقى الاولى او الاخيره، بالمناسبه هما الاثنين واحد، بس انا يمكن بحب كلمه داين فعشان كده طالعه قلتها كذا مره يعني. خش يا صديقي على السؤال اللي وراه. جيت اس دير يتست بسر. جيت اس دير يتست بسر، هل حالك دلوقتي احسن افضل؟ قالوا ناين ماينت سينا. الصلاه على النبي، ماينت سينا دي كلمه جمع، يبقى التصرفات اللي نفع معاها مفيش غير كلمة تون، مفيش غيرها، حتى كلمة في اهي في الاخر. هير باسل است داس بلا 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 بلا. تاشا، تاشا كلمة الارتيكل بتاعتها دي، وانت قلت لنا هير اسلام الدي بتزود ايه، فيبقى الاخيرة دي ما تنفعش. اويغا ولا داينا ولا ايغا، الخطاب، التلاتة خطاب، بس دي مخاطب جمع، ودي مخاطب بالحب، ودي مخاطب احترام. انا هنا بكلم احترام، فالاجابة تبقى ايغا. خدت بالك ان دي مخاطب جمع، ودي مخاطب مفرد، ودي خاطب مخاطب احترام. اكتب الكلام دونه، وزي ما اتفقنا انا هنزل اشوفك انت كتبت ايه. ماين تختار زول دن دا دن 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 دا، وبعدين في الاخر خالص كده في كام اختيار. بص يا صديقي انا معلمك علمه كده، بس اكتبها ورايا لو سمحت بعد اذنك، يعني اكتبها ما تكسلش. لما بتكون الاختيارات يا حبيب قلبي في اخر الجمله، يبقى انت ما عندكش الا اتنين اوبشنز بس في الافعال. يا اما الفعل يبقى مصدر، يا اما الفعل بتاع حضرتك يبقى مصدر، يا اما الفعل يبقى تصريف ثالث. فيما عدا ذلك اشطبه، دول مستحيل يجوا في اخر الجمله على الاقل في منهجك طبعا. انما في الالماني عموما لا ساعات، بس انا مش هدوخك يعني. المهم بصينا في الاول، لقيت الكلمه اللي اسمها زول. الكلمه اللي اسمها زول دي فعل ناقص، وانت فاهم ان الناقص محتاج اللي يكمله، حاجه تكمله. اللي بيكمله فعل في اخر الجمله وفي صوره المصدر او مش متصرف. خش على اللي بعده. الولد اللي اسمه حاتم، كأنك بتصرف مع الضمير اللي اسمه اير، بلا 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 بلا، فيل فاسر فور ديم اس ترينكن، من الاخر التصرفات هتبقى ظل. خش اعمل حاجة. بلا 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 بلا، ايا، انت بتصرف مع الضمير اللي اسمه ايا، وبسم الله الرحمن الرحيم كلهم متصرفين صح مع الايا. جود شفيمن، يعوم كويس، قال له داس ايست اونزر هوبي. بالمناسبه كده دي جمله سؤال، اكتب يد ورايا، دي جمله سؤال، والسؤال ده بادئ بفعل، ما هي دي افعال، يبقى سؤال بادئ بفعل. الترجمه بتاعته هتبقى هل. حلو كده. هل انتوا لازم تعوموا كويس؟ هل انتوا تقدروا تعوموا كويس؟ هل انتوا مسموح لكم تعوموا كويس؟ هل انتوا ينبغي تعوموا كويس؟ رد قال ايوه دي هوايتنا. يبقى الراجل كان بيتكلم عن القدره، كنت. السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك جوتن تاج يا فراو لاورا. Guten Tag, نهارك سعيد يا أستاذة لورا. كان إيش بلا 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 مان سبريشن. آه طب بالصلاة على النبي، أنت بتكلم الأستاذة لورا فده خطاب احترام، يبقى مع السلامة يا داين. طب يبقى التلاتة دول ينفعوا، أنا موافق. حلو كده. طب سمي الله بقى كده، كلمة مان الأرتيكل بتاعتها ديا، تك كير. أول ما تشوف الدير تك كير.
تكر ليه؟ لانها ممكن تبقى فاعل فتفضل دي، وممكن تبقى مفعول فتبقى دي. هو بقى بيقول له اكلم زوجك، يبقى الزوج فاعل ولا مفعول؟ حتى انا اكلم الزوج، فالزوج هيبقى مفعول يعني في حاله الاكوزاتيف. فمع السلامه يا اير، اتبقى لي ايغن وايه وايغن. يلا سيدي، توت مي لايت، يؤسفني، بلا بلا بلا، نفس المان استنشت ده، زوجي مش موجود. مين اللي مش موجود؟ زوجي. فزوجي ده يبقى فاعل، فما تبقاش ماينن، فالاجابه الصح هتبقى نوما دي. خش على اللي بعده. ماين موتر بلا 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 تسباي تاجا امبت، حاجه كده. زو زاكت اير ارتست، هكذا قال الدكتور. لما حد يقول صرف زولن على طول، طب ما كلهم تصرفات زولن. معلش ماين موتر اللي هي اسم مفرد، فزولت ما تنفعش. طب ما تطلعش فوق بقى خلاص. هي زول ده فعل ناقص صح؟ زول ناقص، زول ناقص. طب الناقص بيجيب في اخر الجمله فعل في صوره المين يا حبيب قلبي؟ مصدر. طب مين في دول مصدر؟ ولا ده ولا ده. فالاجابه الصح هتبقى بلايبن، الاختيار نمر بي. خش يا عم الحاج على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ايش بلا 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 جيرن شي اور لاوب ماخ. عارف يعني كلمه شي اور لاوب؟ اجازه اتزحلق فيها على الجليد، يعني اسافر كده اسكيمو، ولا اسافر روسيا، ولا حاجه تعمل فيها، او المانيا. المانيا فيها برضو نفس الحاجات دي. طيب كلهم متصرفين صح؟ اه كلهم متصرفين صح. تصدق ايش اي جود شي فارن، انا عايز اعمل اجازه على الجليد، فاكيد فيل او فيل او مشتة كل ده شغال. ايش اي جود شي فارن، انا اقدر اركب الزلاجات كويس، بعرف اتزحلق على الجليد كويس. فالاجابه الصح هتبقى فيلكان. فين بقى صديقي فيلكان؟ هي اللي اختار الاي الاولاني. خش على التمرين رقم 12. بيقول لحضرتك ايه يا صديقي التمرين رقم 12؟ كريستيان ليست فيل بيس شبيت ان دي نخت. الولد اللي اسمه كريستيان بيقرا كتير حتى وقت متاخر في الليل. خلاص كده بلا 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 بلا. اوجن، اوجن دي كلمه جمع. طالما كلمه جمع عرفت منين؟ اولا اوجن ادي الان، ثانيا تون. الجمع بيسيب الفعل في صوره المصدر فتون. اي اسم جمع اداته دي والدي بتزود اي، فدول ما ينفعوش. طب انا بقول كريستينا بتقرا مش عارف ايه، يبقى عينيها ولا عينه؟ طبعا الاجابه هتبقى عينيها. خدت بالك انا في الاول غلطت في القرايه، انا في الاول قلت كريستيان. لو قلت كريستيان يعني قريت غلط، فالاجابه كانت هتبقى زينب. فخلي بالك كويس جدا من اسماء الاشخاص. طبعا دي كريستينا مش كريستين، وهكذا. السؤال اللي بعده ايش براوخ اينن ترمين، انا محتاج ميعاد. انا براوخ احتاج، اكتب يلا عشان انت بتنساه. ايش براوخ اينن ترمين، انا محتاج ميعاد. ايه ديا مسورن، حاجه كده. اين روكن مساجة، انا محتاج ميعاد عند باي. باي يعني عند اولادة. حلو كده. ايه مساجة على الظهر، انا محتاج ميعاد عند المدلكة من اجل. فالاجابة تبقى حرف الجر اللي اسمه فير. حرف الجر اسمه فير معناه من اجل. فو فونت ايجنتليش توم، اين يسكن توم. يعني كلمة ايجنتليش لو دخلت لقيتها في الامتحان وانت مش عارف معناها ما تقعدش تهري. اين يسكن توم وخلاص. ايجنتليش يعني تحديدا، بالتحديد بالضبط، مش عايز اعرف يا عم. كنس دو بلا 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 ادغسة. طبعا كلمة ادغسة كلمة اداتها دي وكله اخره ايه، فيبقى انت عايز معنى. توم ده ولد صح؟ اين يسكن توم، هل تعرف عنوانك ولا عنوانه؟ عنوانه. برافو عليك، الاجابة تبقى زينة. السؤال اللي بعده بلا 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 فوس، بنت يا فوس نعم انت اداتك ايه يا حبيبتي؟ قالت لي انا اداتي دير. الدير مش بتزود اي، فالاولى والاخيره غلط، يبقى ماين او ماينن. ماين لو كان الاعراب فاعل، ماينن لو كان الاعراب مفعول، لان الدير تكير، لو فاعل تفضل دير، لو مفعول تتغير دير. الفوس تكون متورمه، الرجل تكون متورمه، الرجل تكون متورمه فاعل، فالاجابه تبقى ماين. انما لو الدكتور بيشوف رجلي، ولو انا بدلك رجلي، ولو انا اجد رجلي متورمه، كل دي كانت هتبقى ايه؟ مفعول. ولا عادل داين اوغن زين دا 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 دا. اكيد اوس، الفعل اسمه اوس زين يعني تبدو. فاكرات في الشيت بتاع الشرح كان في عند حضرتك في شيت الشرح كده صفحه كده فيها او الفعلين فيتون واوس زين، فخلي بالك منهم وارجع لهم. يلا حبي انشولديجونج، معذرة. ان كورس بلا 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 بلا، ديزي الكبيرة طبعا لان في وسط الكلام واول حرف كبير. فمع السلامة يا كان، ومع السلامة يا زولت. مفيش غير الديورفين ومشتن، وهم اللي متصرفين صح مع زي الكبيرة.
بلا 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 اقفش ايرلاوت. يعني كلمة ايرلاوت ترجم ايرلاوت يعني مسموح، واكتب عكسها معلش فابوتن، كلمة فابوتن يعني ممنوع، وده كلام عن السماح والمنع، فأجيت الإجابة تبقى دوفن لأن مشتن معناها يرهب. خش على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول في فندت إيا بلا 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 شبوات ليغا. السؤال ده قد يبدو ليك سهل بس هو فيه حتة روشة جدا. كلمة ليرر يا حبيب أخوك مطب. يعني ايه مطب؟ يعني ممكن تبقى مفرد أداتها دير، وممكن تبقى جمع في أداتها دي، المفرد والجمع شبه بعض يعني. تقول لي طب أنا أعرف منين؟ أقول لك اتصرف. تقول لي طب خلاص أنا لقيت صرف. الصرف في كلمة اير ده، طالما في اير أهي يبقى دي مفرد، لأن هعوض بين عن الاير عن الدير بإير. حلو، طالما مفرد أداته دير يبقى مع السلامة يا أويغا. يلا في فندت ايا بلا 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 شبوات ليغا. هو الشبوت ليرر هنا هيبقى فاعل ولا مفعول؟ هيبقى اكوزاتيف، فميبقاش في دير فبقى في دين، فالاجابه الصح تبقى اويغن. ايه رايكم في مدرس الرياضه الالعاب بتاعكم الشبوت ليغا؟ خش يا صديقي على المثال رقم 8 ويلا نشوف بيقول ايه. هلو يا اليكس، است داس بلا 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 اوتو اداتها داس، والداس ما تحطش حاجه، كلهم ما لهمش حاجه، بس انا بقول له يا ليكس مش يا هير ليكس، فمع السلامه يا مين يا اير. خلاص قال له ناين لا درنيش داس ايست خوا كيمس اوتو، يبقى اكيد ما كانش بيقول لك هل هذه تكون سيارته، اكيد بيقول له هل هذه تكون سيارتك. الاجابه الصح هتبقى داين وماين. قال له مين هو خواكيم؟ قال له صديقي. هنا هتكتب الكلمه اللي اسمها ماين، وهنا هتبقى اداه الملكيه اللي اسمها مين يا صديقي؟ داين. بعد كده من ده اسم مفرد يبقى دي لا، والباقي شغال. الصلاة على النبي كان، وده تصريف ثالث، فالاختيار ده كله لا. مس وده فعل متصرف، فالاختيار ده كله لا. مفيش غير زول او فشتيهن، حتى من غير ما اسال كلمه فروه يعني ايه. كلمه فروه يعني بدري، عكسها الصفة اللي اسمها شبيت، فأنا عايز حضرتك تعمل لي هايلايت على الصفتين دول. يلا الواحد المفروض يصحى بدري. خش على اللي بعده. مش عارف ليه المفروض بس ماشي. كوغينا يا كوغينا، بتكلم معاها اهو، يا بت يا كوغينا. توم اند ايش جين ام فوخن اند انس كينو كومز دومت. انا والولا توم رايحين في الويك اند الى السينما، تيجي معانا؟ قامت قايله لايدر، للاسف ايش كله متصرف صح مع ايش. ايش نشت اكيد ما كانتش بتقول موس ايش نشت، ممكن كانت بتقول كان ايش نشت، ففي كان وفي كان اهي، بي ودي. طيب خش كده استنى، يعني يا بي يا دي، ماشي ما اختلفناش، كمل على اللي بعده. ايش ايه ام فوخن اند فير ماين بريفونج ليرنن، انا لازم اذاكر للامتحان ولا انا عايز؟ اكيد لازم، فالاجابه تبقى كان وموس. طبعا خلي بالك كلمه بريفونج يعني امتحان، كلمة الارتيكل بتاعتها دي لان اخرها المقطع اللي اسمه ايه اونج. خش على اللي بعده يا صديقي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بيتر، نعم برينج بيتر بلا 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 بل، هي كلمة بل ارتيكلها دير، وطالما دير فمع السلامة يا داين. انما داينن تنفع وداين تنفع وماين تنفع. هو بيقول له بقى ايه، احضر الكورة. يبقى الكرة فاعل ولا مفعول؟ الكلة مفعول، فالدير دي هتتغير تبقى دين، فالإجابة الصح هتبقى داينن. شابتن شبيل بلاتس، شبيل بلاتس يعني الملعب. فير اينشتوند ريزرفيرت، حجزت الملعب لمدة ايه؟ ساعة. ماما زاكت فيا زولن، ايه ده ايه ده؟ الاختيارات اللي في الآخر دي مش هينفع منها إلا زاين، هو الوحيد اللي في صورة المصدر. من غير ما أقرأ والله قدام بيقولوا ايه، بس هو زولن ده فعل ناقص، والناقص انا سامعك كده وانت بتقول معايا انا عارف، والناقص محتاج اللي يكمله، فعل في اخر الجمله في صوره المصدر. خش يا صديقي على اللي بعده. فراو لارا است جيرن هنشن، الاستاذه لارا بتحب تاكل هنشن فراخ، كلمه اداتها داس بالمناسبه اخر المقطع شين فاداتها داس. داس است نوت ليبلينجز اسن، قال له بالصلاه على النبي ليبلينجز اسن كلمه برضو اداتها داس يعني طعام مفضل. الأستاذة لارا بتحب تاكل فراخ، هذا يكون طعامك ولا طعامه ولا طعامها المفضل؟ أكيد الإجابة تبقى إير. شايفك يا ده اللي بتقول إير الكبيرة عشان فراو، لا طبعا أنت بتتكلم عنها مش بتتكلم معاها،
وطالما بتتكلم عنها يبقى طعمها اللي يخليك تقول طعم حضرتك المفضل، فالإجابة تبقى إيه الاختيار الثالث. Guten Tag, Herr Bergmann. نهارك سعيد يا هير بيرجمان. Wie geht's Ihnen heute? Wie geht es? كيف حال حضرتك هويتا يعني النهارده؟ قال له sehr gut. Danke. شكرا. Bla 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 bla. Kopf schmerzen. خلي بالك دي معناها آلام. يعني جمع. وأي اسم جمع أداته دي والدي بتزود إيه؟ طب ما تيجي كده بالعقل، اتنين بيكلموا بعض، واحد بيقول له حضرتك عامل ايه النهارده؟ قال له انا كويس شكرا. دماغك ولا دماغي؟ اكيد دماغي، فالاجابه بتقول ماين كوف شمرسنز ان شون فيج، يعني الام دماغي الحمد لله اختفت، فالاجابه الصح هتبقى ماين. ايش كان ام زامستاج نيش كومن، انا مش هقدر اجي يوم السبت. ايش فولت بس المتصرفه غلط، انما الباقي كله متصرف صح. بيس شبيت اربايتن، بيس شبيت يعني حتى وقت متاخر، اكتبها ده عشان هرجع لك. واربايتن يعني اعمل، المفروض افضل اشتغل لحد وقت ايه متاخر، فاكيد كان بيقول له انا لازم اشتغل لحد وقت ايه متاخر، اللون ده مش عاجبني، تعال نغير نجيب اللون الاخضر الاخضر اهو مريح شويه عليا. يلا ايش دي نيشت انس كونسرت، هو مش مريح ولا حاجه بس احسن من البرتقال ماشي. ايش جيه نيشت انس كونسرت، مبدئيا كلمه كونسرت يعني كونسرت يعني حفل، ومش اي حفل، ده لازم يكون حفل موسيقي. الارتيكل بتاعته داس، انا عرفت بالمناسبه من الاس اللي في ان دي، فاكيد ده اداتها داس. دو كانست بلا 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 اين تريتس كارت هابن، كلمه اداتها دي تذكره الدخول، الدي بتزود يا فقري كله اخ، لا والله الحمد لله مش فقري قوي يعني، ففي عندي ثلاث اختيارات ينفعوا. طيب المعنى بقى، انا مش رايح للحفله، تقدر تاخد تذكرته ولا تذكرتي؟ اكيد تذكرتي، الاجابه تبقى ماين. ولا هاني في كوما، يا هاني في زي بلا 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 اوس، مبدئيا كلمه فوس اللي معناها قدم، الارتيكل بتاعتها دير، فتيك كير، دير ما بتزودش ايه، فمع السلامه يا دول. كيف تبدو قدمه ولا قدمك؟ اكيد قدمك، داين انا بكلم الولا هاني واقف قدامي. في جيتس علا، كيف حال البت علا؟ في جيتس علا، كيف حال علا؟ قال له نيشت زوجوت، والله مش قوي. اوغن جمع ودان اداتها دي والدي بتزود ايه، فدي لا ودي لا، انما دول شغالين. خدت بالك انا ببدا الحل ازاي؟ انا ما ببذلش مجهود جبار، انا بمسك الكلمه عصرها، طلعت جمع اداتها دي الدي بتزود ايه، يبقى سي ودي شغالين. يلا بس اصلا دي ما تنفعش ليه؟ انا بقول كيف حال علا، يبقى ودنا، لا طبعا اكيد ودنها، ودنها تؤلمها وزورها، خلاص كده تون ايمر نوفي ماينا نازا، الصلاة على النبي يقول عليه الصلاة والسلام ماينا نازا، يعني يا صديقي كلمة نازا يعني مناخير مفرد صح؟ فتون لا، تو لا، توت ماشي، وزيت ماشي، اقرأ قد للآخر لقيت كلمة ايه؟ في، فأكيد توت في، زيت لو معاها في الآخر كلمة أوس، لو معاها في الاخر كلمة ايه؟ اوس، لان الفعل اسمه اوس زين مش في زين. اللي بعده ايش، اسف بيتا شرايبن زي هير ادغسة اداتها دي، سمعني صوتك الدي بتزود ايه، شكرا اختار نمبر دي من غير ما اقرا بقية الكلام. بص يا اسطى انت لو عرفت الاداة صدقني هتفتح لك ابواب الالماني كلها. يلا وانا عارف ان انت شطور وبتجتهد والله، ربنا يعينك ويحفظك. تدريب رقم 14، يلا سيدي. يا ماما، حد بيكلم مامته فبيقول لها يا ماما ايش فيندا شول تاشا، اتعامل مع كلمة تاشا اداتها دي والدي بتزود ايه، فالاولى لا والتالتة لا والاخيرة لا، فالاجابة ماينا، انا مش لاقي شنطتي يا ماما. ماخ داينين فوتو اباغات اوس، خدت انت الفعل اللي اسمه اوس مخن في الحصة دي، معناها يطفي، اطفي التصوير، اطفي الكاميرا بتاعتك. دو دارف استهير نشت، الله ده كلهم مصادر ياض، ده انت على كده بقى لازم تترجم. دو دارف استهير نشت، مش مسموح لك تقول ولا مش مسموح لك تدخن ولا مش مسموح لك تصور ولا مش مسموح لك تركن، تقول تدخن تصور تركن، هدور انا بقى على روخن دي اللي انت مش كاتبها دي. يلا في بلا 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 اوس، اه طب ما كلها تصرفات ذهن مفيش مشكله. ماين نازا مفرد صح؟ الله كأني بصرف مع الضمير زي عشان هي اداتها دي. طيب يبقى دي لا ودي لا، ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا عندي فعلين شبه بعض بالظبط، انا متفاجئ ليه كده.
بس فيهم حرف واحد متغير، مره بالاي ومره بالاي اي، اللي هو مره بالاي اي يعني بالالماني الاي اي، ومره بالاي. انا عارف الماني بس انا بحب يعني ابسطك كده. يلا يا عم، فعلين، قول بقى الاغنيه اللي احنا قلناها. فعلين شبه بعض بالظبط، فيهم حرف متغير، يبقى الفعل فعل ماله قوي، المفرد بياخد اللي بالاي في الافعال القويه، فالاجابه تبقى زيد. بلا 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 دو، وانت عشان فقري فكلهم متصرفين صح مع الدو، فلازم نقول بقى بلا 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 دو نخ اين شتوك. كلمة نخ يعني لسه او لا يزال، وابوس رجل اهلك يا شيخ مش بتساوي كلمة نشت اللي معناها مش، دي معناها لسه او عايز تاني بالبلدي كده. شتوك يعني قطع، كلمة الارتيكل بتاعتها دس. هو بقى بيقول له ايه، هل ينبغي قطعة بيتزا، ولا هل لازم قطعة بيتزا، ولا هل عايز؟ طبعا اكيد مش تست. السؤال اللي بعده، فينجر، اكتب يد مطب، لانها ممكن تبقى مفرد في الحالة دي هيبقى اداتها دير، وممكن تبقى جمع، وانت عارف ان ايه اسم جمع اداته دي. تقول لي طب انا هعمل ايه، اقول لك ما انا معلمك، بص على الفعل تون، ماشي، يبقى الكلمة دي وش كلمة مالها جمع، طالما كلمة جمع يبقى أداتها دي، والدي بتزود إيه، فالأولى والتالتة غلط. طب استنى بقى، بيقول بقى صوابعي وجعاني ولا صوابعك وجعاك، فازول إيشتون، ماذا ينبغي أن أفعل؟ يبقى أكيد صوابعي وجعاني، أعمل إيه؟ خش على اللي بعده. غوف هانز مال أن، بقول لك إيه قد ما تكلم الولا هانز في التليفون، قال له لايدر هات إير بلا 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 بلا، هندي أداته دس، والدس ما تحطش حاجة، يبقى التانية والتالتة غلط. ترجم، ما تتصل بهانز، قال له للأسف هو ضيع تليفونها، طبعا كلمة فيرلورن يعني فقد، هو فقد تليفونها ولا فقد تليفونه؟ أكيد تليفونه. زين، السؤال رقم 7، انشولدجونج، معذرة، بلا 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 بلا، زيك كبيرة يا فقري، كله متصرف صح. هيلفن، يساعد، اكيد بيقول له كونن زي مير هيلفن، هل تستطيع ان تساعدني لو سمحت بعد اذنك. سؤال رقم 8، تيمو، كوما، انتون، كده انا بكلم تيمو وانتون، يا تيمو يا انتون، هابت يا بلا بلا بلا، دويتش بيشر كلمه جمع، وسمعني اي اسم جمع اداته دي، والدي بتزود ايه، فما فيش غير الاخيره بس اللي ما تنفعش، دي غلط كده. اتبقى لنا 3 اهو، بقول له يا تيمو ويا انتون، هل انا جبت سيره خطاب رسمي؟ يعني قلت له استاذ فلان وفلان؟ لا طبعا، فاكيد الاجابه مش هتبقى ايغا، لان دي معناها ملك حضرتك. طب دول واحد ولا اتنين؟ ده تيمو وانتون، اكيد مش هقول له داين، اكيد هقول له ايغا. صدقني انا ما بذلتش مجهود في القرايه بتاعت حتى الجزء الثاني، انا بس كل اللي عملته اني انا استخدمت معلوماتي العامه بس كده، مش اكتر من كده. يلا سيدي خش على السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك ايه، يا استاذة نهى، فو اربايتد دا 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 من، من اداته دير. طب يلا طالما دير يبقى كله شغال والله، بس انا بقول لها يا بت يا نهى ولا يا استاذة نهى؟ يا استاذة نهى، يبقى ما ينفعش اقول لها جوزك، لازم اقول لها زوج حضرتك. طب شوف لي من دي بقى، فاعل علشان اقول اير، ولا اكوزاتيف عشان اقول ايغن؟ مش انت عارف ان الدير تكال، الدير في الفاعل دير، في المفعول تتغير دين. يلا سيدي انا محفظها لك، قول لي ما اقول كده الاغنيه سمعها، خد بالك قوي قوي من دير، لو فاعل تفضل كده دير، لو مفعول تتغير دين. طبعا هنا بقول اين يعمل المدرس، طبعا انت لو عندك مشكله في انك تعرف ده فاعل ولا مفعول، روح لمدرس اللغه العربيه، لان الموضوع هيبقى صعب جدا، والله العظيم اقسم بالله ما بكذب، هيبقى صعب جدا. لازم يلا، اين يعمل الزوج، فالزوج هو الفاعل، قال له شغله، هو يجد شغله ايه، كويس. سؤال رقم 10 في التمرين رقم 14، فاس، هو بيقول له كده، دو هاست ان دوتش اين فيا، يعني بص التقسيمه في الالماني كده، 1 و2 و3 و4، 1 اللي هو الامتياز جيد جدا جيد، 4 ده مقبول معدي يعني. دو هاست ان دويتش اين فيا، يعني انت ولا امتياز ولا جيد جدا ولا جيد، انت لا مقبول كده. دو ايه مير، كلمه مير يعني كلمه مور، اكتر، مير يعني اكتر، وبالمناسبه يا شباب كلمه مور كلمه انجلش، عشان بس ما تفتكرهاش بتساويها فتقعد تدور عليها في الالماني او تستخدمها. دو، مع السلامة يا دورف،
ومع السلامه يا مست عشان دي فيها املاوت، فزولست وفيلست. واحد بقى جاب درجه وحشه تقول له انت عايز تذاكر اكتر ولا انت المفروض تذاكر اكتر؟ فالاجابه تبقى زولست. اللي بعده ايش مشت بيتا اينن ترمين فير. استنى بقى استنى، ايش مشت بيتا اينن ترمين فير، هي دي اللي هتحل لك الموضوع. انا عايز ايه ميعاد لاجل يوم الخميس، انا عايزه عشان يوم الخميس بالبلدي كده، يبقى انت اكيد دي مش نافعه كده كده، انما الباقيين كلهم مصادر. الغي ميعاد لاجل الخميس ولا احدد ميعاد لاجل الخميس، هو ده علشان يوم الخميس يعني. فالاجابه تبقى فير اين باي. بقول لك ايه، تعال نعمل ايديت صغنن، لو انا شلت كلمه فير وكتبت مكانها كلمه اوف بقت فرشيبن، ياجل لي. بس طبعا هنعمل كده ماينن بدل اينن، يعني هنعمل برضو ايديت على بقيه الكلام. المهم ان الاجابه الصح دلوقتي هتبقى فير اين باي. يلا سيدي السؤال اللي بعده، فوليكت اويغا، مفتاح الحل في الكلمه دي، فوليكت اويغا فونونج، اين تسكن شقتكم؟ قال له شقتنا. يا ريس لما خدناش دي ليه؟ عشان دي كلمه اداتها دي ودي بتزود ايه، فالوحيده اللي نافعه اونزغا. اللي بعده سم الله، ايش تانكا هيرن رالف بلا 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 زاين هيلف. يلا نترجم، انا بشكر الاستاذ رالف بلا 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 مساعدته، اكيد فير بشكره عشان من اجل. بص يا اسطى كلمه ماين دي عليها ايه ولا معلهاش؟ معلهاش. يبقى انا في الاختيارات عايز حاجه اداتها دس او عايز حاجه اداتها دير. يلا طبعا اداتها دير وتبقى فاعل عشان بس ما ندوش الدنيا، دي لا لانها جمع، دي لا عشان اداتها دي، ودي لا علشان اداتها دي برضو. فاكيد هلس هو الوحيد اللي اداته دير. ماين هالس تود فير ايش موست سوم ارتست، انا لازم اروح للدكتور. السؤال اللي بعده، بلا 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 دو، فقري كله متصرف صح، جود انجلش، بيقول له هل مسموح لك انجليزي كويس؟ هل بتعرف انجليزي كويس؟ هل تستطيع؟ اكيد الاجابه تبقى كانست. قال له نايا اس جيت، نايا يعني زي نص نص كده، اس جيت ماشي حالي، ايش ليرن ذات باي ودا تايم موناتن، انا بقالي بتاع شهرين كده ثلاثه بتعلم، يعني اشياء الدنيا مش احسن من الناس يعني. خش صديقه اللي بعده، هانز اون سوزان، اللي ولا هانز والبت سوزان فونن ان دوسلدورف، دي اسم مدينه في المانيا. خلاص بلا 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 هاوس، انت كلمة هاوس اداتها دس وكده كده الدس ما بتحطش حاجة فكله شغال، فانت عايز تقول الولا هانز والبت سوزان ساكنين في دوسلدورف، في دوسلدورف فبيتي ولا بيتهم؟ اكيد اير. ايش كله متصرف صح. سأقولك على حاجة في الاول وفي الاخر، هابا ما تجيبش مخن، بين ما تجيبش اوس بروبيرين عشان ده مصدر، طبعا انت عارف ان هابين وزان بيجيبوا تصريفات تالتة. خش على اللي بعده، كان ليرن ان فيل جين، اه شغالين، كان بتجيب تصريف تالت، اسف بتجيب مصدر، وفيل برضو بتجيب مصدر، فانا كده شغال. بس معلش تاني انا هقول لك انا ايه اللي خلاني استثنيت دول، هاب الاخر اهو، يعني انا ماخن دي اللي المفروض اتحط في الاخر صح؟ طب هاب ده فعل مساعد، وانت عارف ان الفعل المساعد بيجيب تصريف تالت وده مش تصريف تالت. نفس الكلام بين ده فعل مساعد وبرضو بيجيب تصريف تالت وده مش تصريف تالت. فليرنن وجيهن هما اللي شغالين مع كان وفيل لانها افعال ناقصه. طب يلا، ايش اي زو دي بريميرت، انا اي زو دي بريميرت ايش مشت درينجن، او تصدق تصدق احنا حكينا عكه جامده جدا. لا استنى استنى يا اذا في عكه جامده جدا، هات من الاول يلا، هات من الاول، هات من الاول تاني خالص. يلا ايش اي زو دي بريميرت، انا ايه محبط، بس خلاص اتحلت من قبل ما نتكلم. شفت الاستعجال، اليس استعجال وحش if you don't know يعني. فالإجابة تبقى إيش بين، مفيش غيرها أصلا تنفع على فكرة، أنا أكون محبط مكتئب، إيش مش تدغنجن اللخ يوجا أوس بروبيرن، فالإجابة تبقى الاختيار نمبر 9. بروز السؤال ده، بروز السؤال ده عشان تيجي وأنت بتحل كده وغلطت ومش عارف إيه، عادي جدا الاستعجال، أنا استعجلت أنا كمان مفيش مشكلة. يلا صديقي اللي بعده، بيتا السؤال رقم 8، بيتا بيقول لحضرتك ايه، اير بلا 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 دي هيند از هير، او اسمها تطفي اير انتم، اه كلهم متصرفين صح، فقري معلش مش مشكله، انتوا المفروض ولا يجب ولا لازم ولا عايزين، انا مش حاسس عايزين دي اصلا بس ما علينا. هير او اسمها من نقط هير نشت تليفونيرن، الواحد مش عايز هنا
ولا دي متصرفة غلط ولا مش مسموح. اكيد مفيش حاجة اسمها الواحد مش عايز هنا، ترجمة بس ومعنى مش اكتر من كده. خش على اللي بعده. بلا 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 زي اللي معناها حضرتك دي تابلتن هي نيم ولا اسن ولا نيمن ولا نيمن؟ اكيد مش نيم، واكيد التابلتن مش هاكلها، انما نيمن تناول. دي هيلفن جيجن بلا 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 كوب في شمرتسن. هي كلمة كوب في شمرتسن لسه قايلينها، يعني آلام الدماغ اللي هو الصداع. كلمة جمع، وأي اسم جمع أداته دي، والدي بتزود إيه، فالإجابة تبقى الاختيار نمر دي. خش على اللي بعده. إيش كان نيشت إيه؟ الصلاة على النبي كلهم شغالين. مش عارف أعوم، مش عارف أجري، مش عارف أقرأ، مش عارف أكتب. ماين إيه تود في. يبقى عايز بس إيه يظبط حاجة مع حاجة. مبدئيا دي اسمها ايه؟ ماين. ماين يعني معناهاش ايه صح؟ يبقى لازم اسم يا اما اداته دير يا اما اداته دس، انما ارما جمع، اوجن جمع، هاند ادتها دي، فالاجابه الصح هتبقى الكلمه اللي اسمها لو في نفوس. حلو السؤال ده، حلو قوي، اكتب حبيت، مع انه مش معتمد قوي على القواعد قوي، انما في تريكات قواعد صغننه، انما الباقي كله عايز عيل ذكي، يعني عايز طالب ذكي، مش عايز اي حد كده وخلاص. بروز السؤال ده. خش يا حبيب قلبي على اللي بعده. فيا احنا بلا 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 دي زفونو بنشت تيمن زي است دوخ فيل توتويا غالية جدا علينا. اما قال له دو هاست غشت. يعني دو هاست غشت يعني عندك حق. فير كله متصرف صح. احنا ايه ما ناخدش الشقة دي. احنا مش مسموح لنا ولا مش لازم ولا مش عايزين ولا مش هنقدر. Wir können diese Wohnung nicht nehmen. لن نستطيع أن نأخذ هذه الشقة لأن هي غالية. تقول لي يا إسلام طب أنا ممكن أقول مش عايزين. أقول لك حبيبي مش عايز ده الرغبة، إنما كنن القدرة. هو حضرتك الراجل بيقول غالية فأنا مش قادر أخذها، فالإجابة تبقى كنن. مدحت شبيلت جارن فوسبال. الولد مدحت بيحب يلعب كرة قدم. إير هو إيه فوسبال شبيلر زاين. هو لازم يبقى ولا مسموح له يبقى ولا المفروض يبقى لعيب كورة؟ أكيد عايز يعني نيم. خش على اللي بعده. In Deutschland في ألمانيا كانست دو بلا 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 فيرر شاين كلمة أداتها دير فاتكر. والحمد لله كلهم جايين في حالة الأكوزاتيف كلهم عليهم إي إن، بس هو بيقول له أنت تقدر تطلع رخصتك ببلوغ ال 18. لو شال دودي وقام كاتب كلمة من هتبقى زاينن، مع انه والله العظيم يعني تعبير من انا شفته قبل كده في كتاب خارجي، بس تعبير من التعبيرات الرقيقة جدا. مفيش حد في الألماني بيملك من، لأن كلمة من دي معناها المرء، ممكن تبقى بنت وممكن تبقى ولد، بس ما علينا. لو جابها يعني والراجل تبقى زاينن الإجابة الصح، بس هنا عشان دوفة الإجابة هتبقى داينن. ناخ 21 اور بعد بلوغ الساعة 21 دي للساعة 11 دارف مان كاين بيزوخ كلهم ينفعوا ما عدا ما عدا مخت بس كده. يعني كلمة بيزوخ زيارة، لا غير مسموح للواحد أن يشتري زيارة ولا يكون زيارة ولا يبقى عنده زيارة يمتلك زيارة. تقول له الزيارة بتمتلك، أقول لك لا هنا مش معناه يمتلك، يعني يجي له حد يزوره يعني. خش يا صديقي على اللي بعده. كان ايش هويت فور باي كومن. هل اقدر النهارده فور باي كومن، الفعل ده من الافعال اللي بتتكرر كتير في المنهج عموما، هل اقدر النهارده اعدي ولا نقط ايش تسو ارست اولا اينن ترمين هابن. اقدر اعدي كده عليكم على طول ولا لازم يبقى عندي ميعاد؟ اكيد الاجابه مس. طبعا زولت غلط في التصريف. دير ارتست هات اقفش روكن وسيبك من اي حاجه تاني. روكن اداتها دير ف تيك كير. الدير مش هتزود ايه ماشي كده. فالدكتور فحص الله الله حاجة كده اير توت ميرفي فحص الظهر. يبقى هتبقى فاعل ولا مفعول؟ مفعول يا هير اسلام، يعني الدير دي هتتغير تبقى دين، فالاجابة تبقى ماين. فاكر الاغنية لما تشوف الدير تيك كير، لو فاعل تفضل كده دير، لو مفعول تتغير دين، فهي مفعول فتغير الدين، فانا خدت الاي ان بتاعتها بس وخلاص. خش على اللي بعده. ايش هاب اشترك شمرتسن. انا عندي شمرتسن الام مشترك يعني شديده. انا عندي الام شديده. قال له طب خلاص يا عم بلا 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 تسوم ارتست صيغه امر جيه تسوم ارتست اذهب الى الطبيب. دي مش هتنفع خالص في صيغ الامر، انما دي لو بتعمل امر مع مفرد
دي لو بتعمل امر مع جمع، دي لو جبت وراها الضمير اللي اسمه زيك غوص بصيغه امر مع الاحترام. خلي بالك علشان ده درس من الدروس اللي انت خدته في اولى ثانوي، في ثانيه ثانوي اسف، في اخر السنه كده، فانت بتنساه. وان شاء الله في موعده، في موعده، عشان بس بتوع العربي ما يزعلوش مننا، لما نيجي نشرح ان شاء الله صيغه الامر هنقوله. يلا. فراو سهى، الاستاذه سهى، هات اين بيبي، عندها طفل. طب مبروك بالرفاء والبنين يا ستي، ربنا يبارك لك، يبارك لك في رب. بيبي اداته داس، والداس ما تحطش حاجه، فدي لا. انما اير واير وداين شغالين. طب انا بتكلم بقول الاستاذه سهى عندها طفل، ابنك بامرت ايه يا عم؟ ابنها هاست كارلوس. يبقى احنا كده خلاص قلنا اير علشان كارلوس، خلاص اير قصدي ابنها. طيب عمر، اداتها برضو داس. هقول بقى عمره ولا عمرها؟ اكيد ممكن على فكره والله تنفع، هتبقى عمره او عمرها، بس هي عندها طفل وعمرها سنه، فالاجابه الصح هتبقى زاين. تيجي نعمل ايديت على السؤال ده، هشيل كلمه اين دي، والله تنفع برضو حتى لو حطيت اي حاجه، هيبقى فيه شويه كلام، هي اين يار دي هي اللي هتبقى حكايه. يلا صديقي كمل. مير ايست فيركليش شلاشت، انا والله العظيم حالتي زي الزفت، شلاشت يعني سيء، مير ايست فيركليش شلاشت يعني انا مش مبسوط، ايش ايه مش نشت جود كونسنتريرن يعني اركز. مالك ياض في ايه ياض، انت حالك مش كويس ليه؟ تقول لي والله انا مش عايز اركز، انا مش المفروض اركز ولا مش قادر؟ طبعا انا مش قادر اركز. ايش ايت سوم ارتست، انا مسموح لاروح للدكتور ولا انا لازم اروح للدكتور؟ الولد ما بيركزش، خلاص بقى يا عم يبقى لازم يروح للايه، للدكتور. موتي يا ماما، ده الدلع بتاع كلمه موتا، ماينا يا ابن اللعيبه. طب يا اسلام ما هي ماين دي مطب، ما هي ممكن يبقى الكلمه اللي هتتحط هنا كلمه اداتها دي، وممكن الكلمه اللي هتتحط هنا تبقى جمع، واي جمع اداته دي. اقول لك لا ناصح يلا، صح والله العظيم اقسم بالله انت 10 على 10. طب شوف دي ايه، توت صح؟ يعني مفرد يا اسطى ولا جمع؟ مفرد، يبقى انا مش عايز كلمه جمع، انا عايز كلمه اداتها دي. اور اداتها دس، فمع السلامه كده كده. كوبف اداتها دير، فمع السلامه. فينجر وهاند، تصدق فينجر مفرد اداتها دير، فبرضه مع السلامه، فالاجابه هاند الوحيده اللي اداتها دي. حلو السؤال ده، اكتب حبيت. بيعجبني الاسئله، بيعجبني الاسئله اللي انت بتبقى محتاج تركز في الدرس كله وتبقى عارف تفاصيل صغيره، مش اسئله مباشره. فدايما تلاقيني في وسط التدريبات، طبعا مش كلها بتبقى اسئله كده النوعيه دي عشان حضرتك ما تتعقدش، انما احنا بنحاول على قد ما نقدر نظبط لك الاداء. يعني داينا ولا داينا ولا ايغا ولا زاينا، وبعدين ام كاتب اوغن، دي كلمه جمع، واي اسم جمع داتو دي والدي بتزود ايه، فالاولى والثالثه اللي شغالين. هوغن الس نيشت فار يا علي، اكيد كان بيقول له داينا، عينك بتسمع ودانك بتسمع كل حاجه يا علي، مش كده؟ كلمه نيشت فار يعني اليس كذلك، اللي هي بالبلدي ولا ايه، مش كده؟ يلا صديقي على اللي بعده. ليا اند انيتا، البنت ولا البنت ليا وانيتا، هابن اينن هوند، عندهم كلب. بلا 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 بلا، هوند اللي اداته دير ده، وعرفت طبعا من اينن كده كده. فمع السلامه يا ايغا، فالباقي كله ينفع. انا بتكلم عن اتنين فما تنفعش زين، عايز اقول كلبهم. هايست فلوبي، اسمه يدعى فلوبي، اكيد فاعل، فالاجابه هتبقى اير. يلا. كيندا، نعم يا اولاد، نعم يا ماما. فان فولت ايا بلا 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 اوبا، اوبا ده اداته ديا، والدير مش بتزود اي، فمع السلامه يا اولى ويا تل يا رابعه. اوير ولا اويغن، طب استنى، انتوا تزوروا جدو، يبقى الله يرحمك يابا، يبقى جدو اداته دير، اه بس اتغيرت بقت دين علشان الزياره رايحه له، مفعول، فالاجابه تبقى اويغن، الاختيار الثالث. اللي بعده، هالة هات اين اشتلا باي فودافون، كلمة اشتلا يعني وظيفة، عندها شغلانة جديدة لدى فودافون بيكومن، حصلت على. زي فيندت ابر بلا 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 اربايت، اربايت كلمة اداتها دي والدي بتزود اي، فالتانية لا والاخيرة لا. طب هالة بنت صح، يبقى ايغا. تجد ان شغلها جانتس يعني تماما، ترجمها، وكلمة لانج فايلش يعني ممل، اكتب اكس كده عكسها، انتريسانت، انتريسانت يعني شيق اكيد.
اصلها بتشتغل من 9 ل 18، ليه عايز تدلع يا عم؟ عايز تقعد في البيت ما تعملش حاجه. فاز زول ايش يتس دمخن، اعمل ايه دلوقتي يا بوي؟ قال له بلا 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 اين انترمين باين ارتست. استنى بس كده، صيغه امر طبعا، ماذا ينبغي ان اصنع؟ قال له اجل ميعاد عند الدكتور، ميعاد ميعاد، ولا حدد ميعاد عند الدكتور. هنا بقى يا اسطى لو كان في كلمه اب كنت ممكن اقول لك هي دي الوحيده اللي تنفع، لان اب زاجن، انما ما فيش اب فما فيش زاجن، يلغي. اكيد مش غير ميعاد عند الدكتور برضو، لا. فالاجابه تبقى في الاين بار. تقول لي ليه يا الاسلام مش الباقي؟ اقول لك المعنى، انا وانت بنتكلم مع بعض فبقول لك اعمل ايه دلوقتي ده انا تعبان مثلا، قلت لي خلاص متحدد ميعاد عند الدكتور في الاين بار. الاختيار التاني اللي بعده، هلو يا اندرو، ازيك يا اندرو؟ ايش هابج هيرت؟ يعني انا صديقي ايش هابج هيرت؟ يعني انا سمعت. دو انا سمعت، دو هاست شون اين سمر ان بامن، انا سمعت ان انت ربنا رزقك باوضه في مدينه بامن جفندن، وجدت كاتوليره مبروك. هير است ان نن نات سمر اللي اداتها دس، والدس ما تحطش حاجه، فالاتنين دول ما ينفعوش. قال له هذه او هنا تكون قطك ولا قطي؟ قطي. الراجل بيرد على كلامه، يلا داس ايست نيشت ماين كاتس، دي مش قطتي. ايش جلاوبه؟ انا اعتقد داس ايست دي كاتس فون كازم، دي ان دي القطه بتاعت الولا مين؟ كازم. نيشت فار مش كده؟ قال له ناين داس ايست نيشت زاين كاتس، طبعا كاتس اداتها دي، فكده كده دي مش هتنفع. قال له دي مش قطتي، اعتقد ان دي قطه الولا كاظم. قال له لا دي كمان مش قطه مش قطته، فالاجابه تبقى زايد. هي لفه كده بس ماشي، انت قدها يعني، انا عارف انك شطور. داس زيند هات هاس اون نن نافراو، هي كلمه فراو اداتها ايه؟ دي. خدت بالك انا ما بقراش الاختيارات، انا بتعامل مع الكلمه اللي بعد الاختيارات اللي هي اللي اداتها دي. الدي بتزود ايه؟ فمع السلامه، اسف الدي بتزود ايه؟ فمع السلامه يا ومع والباقي كله شغال. يلا انا اعرف الاستاذ غا، هذا يكون او لا يكون الاستاذ غاس وزوجتك ولو زوجته؟ زوجته هي دي. und seine frau und hier ist ihre tochter elisa او اليزا. يلا سيدي، هاي يا بيرل، ايش نقط هويت تسور بارتي نيشت كومن ايش؟ تصدق والله العظيم كله ينفع ما عدا دورفت. انا مش هقدر اجي الحفله، انا مش عايز اجي الحفله، انا مش المفروض اجي الحفله. طب ماشي، ايش مست لا وزولت لا، فما فيش غير الاولى. شفت انا عملت ايه؟ انا ما قريتش يا اسطى، انا لقيت الراجل بيصرف فشفت تصرف. هنا بصرف مع ايش، فما فيش حاجه متصرفه صح الا مس، وهنا مصرف مع ايش فدي غلط، فمشت لا برضو وزول لا برضو. اللي بعده، اير بيتر بلا 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 دي موزيك لايزا دا دا دا، انت بتصرف مع اير صح؟ طب دي متصرفه صح مع اير؟ دي لا، دي دي يعني لايزا، لايزا يعني بصوت واطي. فبيقول له اير ايه الموسيقى بصوت واطي؟ انتوا ايه الموسيقى توطوا الموسيقى؟ اير زولت دي موزيك لايزا مخن، انتوا المفروض ينبغي ان، طبعا ده صيغه امر، انا قلت لك قبل كده ان الفعل اسمه زولن بيستخدم مع حاجه اسمها البفيل، ارجع عاد للشرح، بفيل يعني امر، او مثلا انفايزونج جات لك في الامتحان الشامل، انفايزونج يعني تعليمات برضو، ماشي كل ده شغال مع فعل زولن. يلا صديقي، السؤال رقم 18 او التدريب رقم 18، او 9 يا لهوي، هندي اداتها داس والدس ما تحطش حاجة. وبص هو انت اتخضيت يا صح؟ انت اتخضيت لما شفت السؤال، انت وانا قلت لك او 9 وعملت عليك حكاية، في حكاية يعني ما تقلقش. اداتها دس والدس ما تحطش حاجة، فمع السلامة يا دول، فالاجابة الصح هتبقى ماين. فاس است بسيرت، انا عايزك بقى تكتب معلومة على ده. يعني يا صديقي فاس است بسيرت؟ يعني ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ على فكرة عشان تبقى عارف، انا ممكن كمان بدل كلمة بسيرت اكتب فاس است لوس. ايه اللي حصل؟ عادي يعني، فاس است لوس وفاس است بصيرت، ماذا حدث؟ ايه اللي جرى؟ عشان برضو انت في الامتحان ممكن تقابلك حاجه من دول، فانت تبقى جاهز عشان اعرف ان انت جاهز. قال له ايه بقى؟ تعال نكمل القصه. فاس است بصيرت، قال له ايش هاب اس ام شول بوس فجسن، انا نسيته فين؟ في الشول بوس. اللي بعده، دي ليها هات جيزاكت
المدرس بيقول، ولما حد يقول صرف زولن على طول، فير تبقى زولن. خش على اللي بعده. يا ولاد نعم، نيمت بت بلا بلا بلا، هاند تاشن كلمة أداتها دي لأنها جمع، هاند تاشن، والدي بتزود إيه، فالأولى لأ والباقيين شغالين. بقول يا أطفال، ده مخاطب مفرد ولا جمع ولا احترام؟ جمع أويغا. إنما يا لا أحمد كانت هتبقى داينا. طيب يا هير فلان هتبقى إيغا. اللي بعده، منى هاتش لاف شتيوغ زي شتيوغن جدا. البت منى عندها اضطرابات في الرؤية. زي كان نشت ايه، يا لهو على السؤال، اكتب حبيت، مع انه والله العظيم سهل. بس ليه؟ لان انت متعود تشوفها شلاف شتيرونج اللي هو الاضطرابات في النوم، فتجري تقول ايه شلافن. طب هي عندها اضطرابات في الرؤية، يبقى ما تقدرش تاكل كويس ولا تصحى كويس ولا تقرأ كويس، فالاجابة تبقى ليزن. حلو، حلو قوي السؤال ده. دورفن هابن زيند كونن زي، يا فقري كلهم متصرفين صح. طب كمل. هويتر يعني النهارده، ترمين يعني موعد، فراي يعني ايه فاضي. فالراجل بيقول هل مسموح حضرتك ميعاد فاضي، ولا هل عند حضرتك ميعاد فاضي، طبعا الاجابه تبقى هابن، ولا هل تكون حضرتك ميعاد فاضي، ولا هل تستطيع حضرتك ميعاد فاضي، اكيد طبعا هل عند حضرتك ميعاد ايه فاضي. السؤال اللي بعده، كان ايش دين ترمين فون زامستاج بلا 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 مونتاج اقفش فرشيبن يعني يؤجل، اكيد في ميعاد جديد، فهاخد حرف الجر اللي اسمه اوف زائد الموعد الجديد. يا فندم نعم، هل اقدر اغير الميعاد من يوم السبت لحد لي يوم الاثنين؟ باجل الميعاد كده، بزقه لورا. اللي بعده، فيا بلا 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 بلا، في واحده بس اللي متصرفه غلط اللي اسمها زولت سؤرست يعني اولا، دي اين تريتس كارتن يعني تذاكر الدخول، هير شتمبلن، شتمبلن يعني يختم، فعل من الافعال اللي انت كنت خدته في السنه اللي فاتت. احنا ايه الاول، وطبعا مست متصرفه غلط كمان، احنا ايه الاول نختم تذاكر السفر او تذاكر الدخول؟ الاجابه تبقى احنا لازم نحجز نختم تذاكر الدخول. فاس بلا 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 ايش مخن. تصدق كلهم متصرفين صح وكلهم شغالين. قال له حاجه كده، زي جرادا داس ريتسبت اب، اهي اب دي خلتني الوحيده اللي تنفع جيبن، والله العظيم الفعل اسمه اب جيبن، وريتسبت اصلا معناها ايه؟ روشت. اهو السؤال ده سؤال روش. روش ليه؟ لان الاول ان هي متصرفه صح، فانا بحلها بدلاله التانيه. الفعل اسمه اب جيبن، يصرف الروشته. الراجل بيقول له اعمل ايه دلوقتي؟ قال له والله روح اصرف الروشته، ده انت تعبان جدا يا دي، يخرب بيتك. يلا توت، الكلام مع كلمه ارم، الله ينور عليك. ارم يعني ذراع، اداه دير، والدير ما تحطش حاجه او اي ان، يبقى دول لا. الاير والداين، في قال له نيشت ماين ارم زوندرن حاجه كده هاند، دي لو هتكلم مع حد بصيغه احترام رسمي يعني، ودي لو هتكلم مع حد بصيغه ايه فيها محبه يعني. توت بلا 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 ارم نخ في، قال له نيشت ماين ارم زوندرن، زوندرن يعني بل. طبعا كده بقول الاثنين غلط اصلا، لان كلمه هاند الاداه بتاعتها دي، عدل بقى، المفروض تزود هنا ايه مثلا، فتبقى هي دي الاجابه الايه الصح. اللي بعده يا صديقي، واخر سؤال معانا، بسم الله، دي فيلم فين جت جلايش ان، الفيلم هيبدا توك حالا. بلا 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 دو، دي مش نافعه مع الدو، والباقيين كلهم نافعين مع الدو الحمد لله. دو ايه اين ميت زين، حاجه كده دو اين ميت زين، بنتكلم عن فيلم، فبيقول له هل المفروض تشوفه معانا، ولا هل عايز تشوفه معانا؟ الاجابه تبقى فيلست. تعال نتاكد كده من الثانيه. قال له اخ يا اوبا، يا جدو، ده انت فايق ورايق. مورجن، مورجن بكره، شرايبن فير اينا متى اربايت، متى اربايت يعني امتحان في الماث. ايش مس، انا لازم اذاكر، متى اربايت، فانا لازم ايه يا صديقي، لازم ايه يا جدو، اذاكر. الحمد لله بفضل الله كده المحاضره الثانيه، وانتظروا المحاضره اللي وراها، وادعوا لنا تكون المشكله التقنيه خلصت، عشان ان شاء الله نبدا ننزل بالطريقه العاديه بتاعتنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.